مصر تستضيف غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان وانطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع التحضيري لقمة أفريقيا للمناخ ويؤكد أنها فرصة لاستعراض شواغل القارة تجاه قضية المناخ. في ختام قمة فيلنيوس، الناتو يعلن خطة ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. الأمن القومي المصري والسوداني كل لا يتجزأ على مدى العصور، فضلاً على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين رسمياً وشعبياً. ومن هذا المنطلق تستضيف مصر مؤتمر دولي جوار السودان لبحث سبل إنهاء الأزمة التي تعصف بالسودان الشقيق وتداعياتها على دول الجوار المباشر. استمرار مصر في بذل كل الجهود للعمل معا نحو سودان مستقر وآمن. من أجل إنهاء الأزمة الحالية للسودان. تستضيف مصر غدا فعاليات مؤتمر قمة دول جوار السودان، حيث يبحث المؤتمر سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، مع الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. هذا بينما انطلقت مساء اليوم الأعمال التحضيرية لقمة دول جوار السودان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية انطلاق الجلسة التحضيرية لقمة دول الجوار السودان على مستوى كبار المسؤولين بالقاهرة، ويذكر أن القمة تهدف إلى اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها. ومنذ بداية الأزمة السودانية في 15 من إبريل الماضي، بذلت مصر جهودا عديدة من أجل إنهاء الأزمة والوصول إلى حل سلمي سياسي لإنقاذ أرواح السودانيين. كما ألزمت مصر نفسها بحماية الأشقاء الراغبين في اللجوء إليها والإقامة فيها لحين انتهاء الأزمة. We'll be right back.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية القمة الأفريقية للمناخ المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 4 حتى 6 سبتمبر المقبل، حيث ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ. وخلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الاجتماع الافتراضي الذي عقد للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، أكد الرئيس السيسي أن القارة السمراء هي الأكثر تضررا من تأثيرات تغير المناخ وانعكاساته المحتملة على المناطق الساحلية مع زيادة وتيرة الجفاف والتصحر وندرة الموارد المائية، فضلا عن زيادة ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والآفات والأمراض. وأشار إلى أن هذه الآثار تقود إلى تفاقم الضغوط على الدول الأفريقية في خضم أزمات الغذاء والطاقة وأسعار الفائدة العالمية الحالية، والتي أدت بدورها إلى أعباء خاصة بتراكم الديون بشكل يقوض التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر. بحث سفير المصري لدى كينيا وائل نصر الدين عطية مع وزير الخارجية الكيني ألفريد موتاو سبل تعزيز العلاقات الثنائية والإعداد لمشاركة مصر في قمة منتصف المدة التنسيقية 5 للاتحاد الأفريقي التي تستضيفها كينيا يوم 16 يوليو الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النبعدة. تناول الوزير الكيني مجالات التعاون المشترك مع مصر وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. وبحث الوزير الكيني رسالة إلى وزير الخارجية سامح شكري أعرب خلالها عن التطلع للقائه في نيروبي لمتابعة الحوار حول مستجدات القضايا التي تناولها خلال زيارته للقاهرة في مارس الماضي، وفي الاتصالات الأخيرة أيضا بين رئيسي البلدين. من جانبه أعرب السفير المصري عن تثمين مصر للدور الذي تلعبه كينيا في مكافحة الإرهاب في منطقة شرق أفريقيا ووسطتها في العديد من القضايا الإقليمية وبالعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين، وأكد ترحيب مصر باستضافة الجولة 7 للجنة المشتركة بين البلدين في وقت لاحق من العام الجاري. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنت خطواته لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنت خطواته بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وطالب رئيس الوزراء بسرعة صرف ورد الأعباء المتأخرة بصورة كاملة، بحيث يتم مع بدء تفعيل نظام الماكنة الجديد للبرنامج صرف مستحقات المصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر من توقيت استيفاء كل مصدر للمستندات المطلوبة كاملة. ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشؤون المشاركة، واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بدراسة وبدء تنفيذ المشروعات بما يسهم في سرعة التنفيذ من جانب القطاع الخاص. هذا ووافقت اللجنة العليا على بدء تنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية لبعض الوزارات والجهات، ومنها مشروعات قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة محطات معالجة مياه جديدة ببعض المدن، ومشروعات أخرى لمحطات محولات وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات قدمها كل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. استعرض الاجتماع تشغيل وصيانة محطة محولات بمدينة العاشر من رمضان، وتشغيل وصيانة شبكة كهرباء مدينة العالمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارة شركة بلاك روك كبرى شركات إدارة الأصول والمخاطر حول العالم مهمة لزيادة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. وخلال لقائه مسؤولي شركة بلاك روك العالمية بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أن الأولويات للفترة الحالية هي تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وخلال الاجتماع أشاد العضو المنتدب للشركة جوردن فريزر ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة، مشيرا إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر لتشجع الشركات على بحث إمكانية استثمار المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصرية. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية خلال اجتماع عقده مع المسؤولين المعنيين. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءا من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية، مشددا على أن مخطط التطوير يحافظ على الطابع المميز للتراث هذه المنطقة. واطلع مدبولي على المقترحات التي تتضمن وضع مخطط تطوير لدعم حركة السياحة مع إيجاد شبكة محاور خضراء تعمل على إحياء المناطق التراثية وربط المزارات والمسارات السياحية والمقابر التاريخية، بالإضافة إلى الارتقاء العمراني بالمناطق السكانية المتداخلة مع تحسين اتصالها بمحاور الحركة الخارجية. اختتمت قمة حلف شمال الأطلنطي الناتو والتي استضافتها العاصمة الليتوانية فيلنيوس بطرح خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا. وفي البيان الختامي اتفق قادة حلف الناتو على أن مستقبل أوكرانيا يقع داخل الحلف، مضيفين أن اندماج كييف الأوروبي الأطلنطي تجاوز الحاجة إلى خطة عمل العضوية، لكنهم لم يواجهوا دعوة لكييف للانضمام على الفور. كما تعهد قادة الناتو بالعمل بشكل وثيق للتصدي للتهديدات والتحديات التي تشكلها روسيا.
هذا وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولنبرغ قرب أوكرانيا من الناتو عن أي وقت مضى. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قال ستولنبرغ إن الحلف يتطلع لليوم الذي تكون فيه أوكرانيا عضوا به. هناك حرب تدور رحاها في أوروبا وما من مخيرات كثيرة لحلفائنا في الناتو، والرسالة هي أنه عندما تقوم دولة بانتهاك الأعراف والقوانين الدولية فلذا من الضرورة لحلفاء الناتو أن يدعموا أوكرانيا، لأنه من المأساة لأوكرانيا وللرئيس زيلينسكي وسوف يكون خطرا علينا أيضا. وهذا السبب ولهذا السبب كنا نشدد على أهمية أنه لأوكرانيا حق تقرير المسار الخاص بها وما هي الترتيبات الأمنية التي ترغب بها. هذا هو المسار الأول بالنسبة لأوكرانيا للدخول للعضوية، ومن حق أي دولة أخرى أن تمنع موسكو لتقرر بنفسها من سوف يدخل أو لا يدخل في حلف الناتو. روسيا تعارض أي من هذه الترتيبات، والأمر متروك للناتو وحلفائها من سوف يكون عضوا في الناتو، وليس الخيار متروكا لموسكو. إننا على مسار أكثر قرب من الناتو ونرسل رسالة أكثر قوة ووحدة فيما يتعلق بالمسار الذي تخطو به أوكرانيا إلى الناتو، كما هو الحال بالنسبة للسويد وفنلندا. أعلنت دول مجموعة السبع عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي عدوان في المستقبل. وفي إعلان مشترك قالت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي إن هذا الإطار يشمل توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة والتدريب وتبادل معلومات المخابرات والدفاع الإلكتروني. وطلب الإعلان المشترك بتعهد أوكرانيا بتحسين تدابير الحكم بما في ذلك إجراء إصلاحات قضائية واقتصادية وتعزيز الشفافية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجموعة السبع أصدرت بيانا واضحا بأن دعمها لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة في المستقبل بعد إعلان حدد إطار متعدد الأطراف لدعم أوكرانيا. وخلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستظل داعمة لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك. أود أن أشكر زعماء مجموعة الدول السبع ورئيس زيلينسكي على إنجاح هذا العمل، وأرى أن التصريح والبيان فيما يتعلق بالتزام أوكرانيا في الدفاع عن حريتها ورسم مستقبلها بنفسها ومهما استغرق الأمر من زمن. هو قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاتفاق متعدد الأطراف الذي يمهد الطريق لمفاوضات ثنائية مع الدول يمثل نصرا أمنيا مهما لأوكرانيا. وخلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي رحب زيلينسكي بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها مجموعة السبع. شرف كبير إن مخرجات قمة فيلنوس كنا بأمس الحاجة إليها وهي ضرورية لنجاح أوكرانيا، وأني ممتن لكافة الزعماء والقادة على دعمهم غير المحدود إلى كييف أو أي دعم قد تحتاجه كييف، وعلى الضمانات الأمنية التي يمكن من خلالها ضمان حزم أساسية لتحقيق الأمن. اليوم ننسق مع مجموعة الدول السبع إطار العمل الخاص بالضمانات الأمنية التي سوف يتم إطالة نطاقها بحيث تشمل اتفاقيات مع شركائنا
لأن هذا الأمر من شأنه أن يقدم الدعم لأوكرانيا وبلادنا وشعبنا وأطفالنا. أخبار التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم ونتابعون فيها. قبيل أيام من انتهائها، الأمين العام للأمم المتحدة يرسل اقتراحا لبوتين لتمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود. وإلى ملف الأزمة الأوكرانية، حيث قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش الأمين العام بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها سبيلا للمضي قدما في زيادة التسهيلات الممنوحة لصادرات الأغذية والأسمدة الروسية وضمان استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر مواني البحر الأسود. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك للصحفيين إن الهدف هو إزالة العقبات التي تؤثر على المعاملات المالية التي تجرى من خلال البنك المركزي أو البنك الزراعي الروسي، وهذا مصدر قلق كبير عبر عنه الاتحاد الروسي، والسماح في نفس الوقت بالتدفق المستمر للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المقرر أن ينتهي يوم الاثنين المقبل أجل الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. UN cross-border assistance remains a veritable lifeline for millions of people in the northwest of Syria as humanitarian needs have. هذا وقد أكد الجيش الأوكراني أن قتالا عنيفا اندلع في شرق البلاد وجنوبها الشرقي، قائلا إن قواته صدت عشرات الهجمات الروسية هناك. وأشار الرئيس فولوديمير زيلنسكي إلى أن المراحل الأولى من الهجوم المضاد في هاتين المنطقتين تسير وفق المخطط لها. لا تزال المعارك السياسية والعسكرية التي بدأت في فبراير بين كييف وموسكو تلقي بحمامها على كلا البلدين، وبلا أمل قريب في انتهاء تلك الحرب بالوكالة التي تجري على الأراضي الأوكرانية. وفي تطور أخير، عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في أن يكون التقدم أسرع في شرق وجنوب شرق البلاد، تلك المنطقتين اللتين تعدان المسرح الرئيسي لحملته لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا. ففي شمال باخموت، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندري كوفاليوف إن القوات الأوكرانية صدت تقدماً روسياً مدعوماً بقصف مدفعي، مؤكداً أن بلاده حققت مكاسب على الأطراف الجنوبية للمدينة ولا سيما قرية كليشيشيفكا الاستراتيجية، فيما أكدت موسكو وقوع اشتباكات قالت إنها تمكنت خلالها من الدفاع عن مناطق قريبة من باخموت المدينة المدمرة. وفي الجنوب تقول أوكرانيا إنها استعادت مجموعة من القرى في المراحل الأولى من حملة باتجاه بحر آزوف بهدف قطع الجسر البري الروسي الذي يربط شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014. وعلى الرغم من كل المكاسب التي حققتها أوكرانيا في هجومها المضاد، فلا تزال القوات الروسية تحتفظ بمساحات شاسعة من الأراضي بعد أكثر من 500 يوم من الحرب، وتشير بعض التقديرات إلى أنها تمثل 17% من الأراضي الأوكرانية، مما ينبئ بصدق توقعات خبراء استراتيجيين بأن الحرب قد تمتد لسنوات وتلقي بظلالها أكثر وأكثر على العالم كله. يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا يبلغ حوالي 3% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب تصريحات لمديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا.
وتعتبر التوقعات الجديدة لمديرة الصندوق أقل بكثير من المتوسطات التاريخية البالغة حوالي 3.8%، مما قد يزيد من الضغوط على تدفقات رأس المال. يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بشكل طفيف إلى 2.8%، وذلك مقارنة مع 2.9% في توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3% مقارنة مع 3.1% في توقعات يناير الماضي. تباطى معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 4 عقود في يونيو 2022، مستجيبا لموجة تجديد السياسة النقدية التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح أسعار المستهلكة. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بارتفاع 3.1% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين. كذلك تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء إلى 4.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات ببلوغه 5%، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري ارتفع كل من المؤشرين الرئيسيين والأساسي 2.2% مقارنة بشهر مايو. خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأمريكي للعام الحالي بنحو 50,000 برميل يوميا، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاؤها أجل خفض الإنتاج إلى عام 2024. وقالت الإدارة في توقعاتها قصيرة الأجل للطاقة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 670,000 برميل يوميا إلى 12 مليون هذا العام، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى زيادة بنحو 720,000. وسبق أن ذكرت الإدارة أن خفض إنتاج أوبك بلس من المتوقع أن يقلص من مخزونات النفط العالمية في كل من الأربع الخمسة المقبلة، ويعزز أسعار النفط العالمية في أواخر العام الحالي وأوائل عام 2024. أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلس إدارته على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 9 أشهر. وتوصلت باكستان والنقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تستكمل تسليم أسلحتها إلى القوات المسلحة النظامية الروسية، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شن المجموعة تمردا مسلحا لفترة قصيرة. وأضافت الوزارة في بيان أن فاغنر نقلت أكثر من 2000 قطعة من المعدات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة، مشيرة إلى أن عملية تسليم أسلحة فاغنر تتم وفقا للخطة المتفق عليها بعد إنهاء مجموعة فاغنر تمردها خلال الشهر الماضي والاتفاق على مغادرة رئيس المجموعة إلى بيلاروسيا. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه أي خطط في الوقت الحالي للتحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. تصريحات المتحدث باسم الكرملين جاءت عقب تصريحات أردوغان التي أكد خلالها أن تركيا تستطيع لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا إذا وافق البلدان على ذلك. قالت روسيا إنها نشرت مقاتلة من طراز ميج 31 لمنع طائرة حربية نرويجية من اختراق حدودها فوق بحر بانت. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة النرويجية هي طائرة دورية من طراز B-8A بوسايدون، وأشارت إلى أن المقاتلة الروسية حلقت في إطار الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة
دون عبور مسارة جوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرة تخص دولة أجنبية. أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بعيد المدى قبالة ساحلها الشرقي قبيل اجتماع مقرر بين زعيمي كوريا الجنوبية واليابان على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي في ليتوانيا لمناقشة التهديدات المتزايدة. وقال خفر السواحل الياباني إن ما يعتقد بأنه صاروخ باليستي سقط على ما يبدو. وجاء الإطلاق بعد اتهام كوريا الشمالية للولايات المتحدة بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية بطائرات تجسس ووصول غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة. من جانبها أدانت الولايات المتحدة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية وقالت إنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وأمن حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية. أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن حزمة إجراءات أمنية استثنائية، وذلك على خلفية توقعات باندلاع أعمال شغب جديدة في البلاد خلال الاحتفالات بالعيد الوطني يوم الجمعة القادمة. وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي نشر 130 ألف من رجال الشرطة والدرك في عموم فرنسا يومي 13 و14 من يوليو، بينهم 45 ألفا كل مساء من المدربين خصيصا على مواجهة العنف في المدن، كما وعد بالتعامل بحزم شديد مع كل من يحاول تعكير صف هذه الاحتفالات بالعيد الوطنية. وتعد هذه التعزيزات الأمنية الاستثنائية حيث تخشى السلطات الأمنية من اندلاع أعمال عنف جديدة بعد عودة الهدوء في البلاد والتي شهدت عدة ليال من العنف عقب مقتل الفتى نائل برصاص ضابط شرطة في نانتير غربي باريس في 27 من يونيو الماضي. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 من يوليو أجازة رسمية مطبوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445. كما قرر رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 23 من يوليو أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 من يوليو. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، وأعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد. وشددت الوزارة على أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة للغات بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة.
تنطلق غدا فعاليات مهرجان العالمين الجديدة حتى 26 من أغسطس المقبل تحت عنوان العالم عالمين، وتستمر فعاليات المهرجان على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان التي تتنوع بين الفعاليات الرياضية والمسابقات الترفيهية، إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم. اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة الحمروين الصحية بمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. وشهدت القافلة توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 341 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء 32 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت جامعة المنصورة المؤتمر النوعي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت شعار الطريق إلى الجمهورية الجديدة. ويهدف المؤتمر إلى إبراز جهود الدولة وجميع الجهات التنفيذية في النهوض بجودة حياة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما يهدف المؤتمر إلى إبراز جهود الجامعات المصرية في المشاركة بفعاليات المبادرة ورصد التحديات التي واجهت الجامعات المصرية في تنفيذها، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعات ومشاركتهم في وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصري. في قوافل طبية تم إطلاقها سواء داخل محافظة الدقهلية أو في المحافظات الحدودية زي شمال سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، وصلت ل20 قافلة على مستوى الجمهورية. وهذه القوافل كانت قوافل الحمد لله شاملة، رعاية طبية وصحية على أعلى مستوى، وبيطرية وزراعية وثقافية، وكانت تنموية أيضا، وكانت أيضا بتهدف لرعاية الأطفال يعني، وكان معهم فريق من الطفولة المبكرة بيقوموا بدور كبير جدا بالنسبة للأطفال في المناطق الحدودية. جامعة المنصورة بصراحة من الجامعات الرائدة في المبادرات ورائدة في مجال تطوير الريف، وأخذنا على عاتقنا الاهتمام بقرى محافظة الدقهلية واكتشاف الموهوبين ورعايتهم. هي مبادرة متكاملة الأركان فعلا، لأن هي جاية تغطي كل الآليات والطرق والسبل علشان تعمل تحسين لجودة حياة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة ليه. نظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي قافلة طبية مجانية بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز ديشنا بمحافظة قنا، لتقديم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية والوصول لأكبر عدد من المستفيدين في المحافظات والقرى والنجوع من خلال 21 عيادة متنقلة تجوب 16 محافظة وتحت إشراف نخبة من الأطباء والمتخصصين. وشملت القافلة تخصصات البطنة والأنف والأذن والعيون والعظام، وتم الكشف على عدد كبير من الحالات وصرف العلاج وإجراء التحاليل المعملية وعمل نظارات طبية لبعض الحالات المستحقة بالمجان. احنا طبعا بيشرفنا وجودنا النهاردة
ضمن التحالف الوطني وتحت مظلة التحالف الوطني. احنا موجودين في هنا في مركز ديشنا في قرية أبو مناع بحري لخدمة أهالينا. احنا معانا قافلة طبية ضمن مشروع أطفال أصحاء بنخدم بيها أهالينا وأهالي منطقتنا في ديشنا في قرية مناع بحري، ودي مش أول قافلة نشتغل فيها ضمن وتحت مظلة التحالف الوطني. احنا مستهدفين حوالي 2000 شخص نعالجهم النهاردة في عدة تخصصات، معانا جلدية، معانا تخصص أنف وأذن، معانا تخصص عظام، معانا تخصص عيون، معانا معمل تحاليل للأطفال اللي بنستهدفهم اللي عندهم نقص سوء تغذية، وبنبدأ نعمل معهم تدخلات على أساس إن إحنا نعمل لهم تحاليل قبلية وتحاليل بعدية. إحنا بنشكر التحالف الوطني وبنشكر جمعية راعي مصر للتنمية المشروعات، بنشكرهم جدا إن هم نزلوا عندنا هنا في القرية وتبع محافظة جنة. إحنا محافظة جنة مركز ديشنا في قرية أبو مناع بحري. هم بنشكرهم جدا إن هم وفروا لنا تخصصات كتير بتبقى محتاجينها هنا في البلد. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم أخبار المال والأعمال. مرنا إيهاب وتفاصيل مرنا. شكرا لكم محمد وليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد اتحاد البنوك المصرية على الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نفيا ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية. وأوضح الاتحاد أن تلقي الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك لا يخضع لأي قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل. كما شدد اتحاد البنوك على أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى 50 مليار دولار، موضحا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر، وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية. أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالأسواق. وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال. شهدت مدينة العين السخنة مراسم تسليم أول حفار بترولي صناعة مصرية 100%، ويأتي تصنيع الحفار ضمن خطة طموحة للدولة لتوطين صناعة الحفارات في مصر وتوفير مستلزمات إنتاج صناعة البترول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت مدينة العين السخنة على موعد للاحتفال والإعلان عن تصنيع أول حفار بري بترولي تم تصنيعه على أرض مصرية وبأياد مصرية خالصة بنسبة 100% لتنافس الدولة بقوة في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشهد قطاع البترول خطة لإنتاج أول 5 حفارات بترولية برية استعدادا لبدء تصدير إنتاج الحفارات المصرية لمختلف أسواق البترول العالمية. إنتاج أول جهاز حفر للبترول، تصنيع صناعة مصرية 100%. فطبعا احنا بنقول ان احنا سعداء ليه، لان النهاردة دي تجربة مهمة جدا بالنسبة لنا. احنا يمكن قطاع رائد وبنحاول نشتغل في كل ما يتعلق بصناعة البترول بحيث ان احنا نصنعه محليا بقدر الامكان،
والنهارده احد اهم الادوات اللي بنشتغل بها هي اجهزه الحفر بتاعتنا اللي هي بتشتغل في حفر الابار لانتاج البترول. فابتدينا اهو نصنع والحمد لله دي كانت يعني ان البدايه. هو اول مشروع جهاز حفر يتم تصنيعه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وتصل قوته وقوه البريمه الى 2000 هورس باور، حيث صنع باحدث تكنولوجيا حفر في العالم وباحدث نظم الجوده ومعايير الامان العالميه، ويعمل بنظام تحكم الي ومزود بسوفت وير على اعلى مستوى من التكنولوجيا. الحفار ده واحد من 7 حفارات هيتم انتاجهم، بس ده الباكوره الانتاج، وده أول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية ينتج فيها حفار بالشكل العظيم اللي احنا كلنا شفناه دون. ده الحفار اللي بيستخدم في الخليج زي ما سمعت في التقديم، ان ده اللي بيستخدم في المملكة العربية السعودية وجميع دول الخليج. يهدف المشروع لتلبية الاحتياجات المتزايدة على هذه النوعية من الأجهزة بالسوق المحلية، خاصة في ظل النشاط المكثف للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، حيث سيسهم إنتاج الشركة في سد فجوة أجهزة الحفر البرية بالأسواق المحلية والعربية والإقليمية التي تشهد زيادة في الإقبال عليها نظرا لكثافة أعمال التنقيب عن البترول، لتتصدر مصر هذا القطاع الحيوي وتنافس كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين توقيع عدد من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي تيدا مصر لمشروعات في مجالات صناعة النسيج وقطع غيار السيارات ومحولات الطاقة الكهربائية. كما أوضح جمال الدين أن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما ثمن جهود المطور الصناعي لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات المستهدفة ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط معوضة بعد خسائر الجلسة السابقة، بعدما أشارت بيانات التضخم في الولايات المتحدة إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة أكبر اقتصاد في العالم في طريقها إلى الانتهاء. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.16%، مسجلا 80.32 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.51%، ليصل إلى 75.96 دولار للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.18%، لتصل إلى 2.61 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 2.89%، لتسجل 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة في يونيو، وسجلت أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين، إذ يواصل التضخم الانحسار. وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2% الشهر الماضي على أساس شهري مقابل 1% في مايو، مدفوعا بزيادة أسعار البنزين وكذلك الإيجارات، وهو ما عوض أثر انخفاض أسعار السيارات المستعملة. وفي 12 شهرا حتى يونيو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3%، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ مارس من عام 2021، بعد زيادة سنوية قدرها 4% في شهر مايو. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم محمد وليلى. شكرا لك يا مرد. ثار بركان في جنوب غرب أيسلندا لليوم الثالث بعد زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة، وحثت السلطات المواطنين على عدم القيام برحلات إلى مواقع البركان، قائلة بأنه قد تكون هناك مستويات خطيرة من الغازات البركانية تتراكم بالقرب من منطقة الثوران. We'll be right back.
ونتحول بكم إلى آخر أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة مرة أخرى. نتحول الزميلة منى إيهاب إلى كيمرنا. شكرا ليلى، شكرا محمد. والآن مشاهدينا جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية محليا وعالميا. تجرى غدا القرعة الرسمية لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لعام 2026 في مدينة أبيجان بدولة كوت ديفوار. وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن القرعة ستجرى بنظام السحب المباشر على منصاته، وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات، على أن يتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيا إلى كأس العالم. وضمن منتخب مصر التواجد في التصنيف الأول بالقرعة الذي يضم المغرب والسنغال وتونس والجزائر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار. واحتل منتخب الفراعنة المركز 5 على مستوى قارة أفريقيا. يستضيف استاد القاهرة الدولية مباراة الأهلي والزمالك غدا في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 31 من الدوري الممتاز. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود البنا حكما لمباراة القمة، كما توج الأهلي بلقب الدوري رقم 43 في تاريخه عقب فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في مباراة التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب استاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة الأهلي ومنافسه التقليدي الزمالك في مباراة القمة المؤجلة من الجولة 31 من الدوري الممتاز. ويدخل المارد الأحمر اللقاء بعدما حسم لقب الدوري هذا الموسم وللمرة 43 في تاريخه، وبالتالي يسعى إلى تحقيق فوز يؤكد به جدارته باللقب ويتوج به موسمه الإيجابي بعد الفوز بلقب السوبر المصري ولقب كأس مصر إلى جانب حصد لقب دوري أبطال إفريقيا. هذا ويواصل ثنائي الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي غيابهما عن التدريبات الجماعية لعدم جاهزيتهما بسبب الإصابة. في المقابل شهد تدريب الفريق عودة لاعب المنتخب الأولمبي بعد انتهاء مهمتهم والتأهل لأولمبياد باريس، وهم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف. على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة ساعيا إلى إنهاء الموسم بشكل جيد قبل خوض منافسات البطولة العربية للأندية، ومتسلحا بالأداء الجيد الذي يقدمه مؤخرا مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو. هذا وتلقى الفارس الأبيض دفعة قوية قبل مباراة القمة بعودة ثلاثي المنتخب الأولمبي حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر إلى تدريبات الفريق عقب التتويج مع المنتخب بفضية كأس أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب. بينما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط نبيل عماد دونجا في المباراة بسبب الإصابة، الجماهير من جانبها عبرت عن توقعاتها لمباراة القمة آملين أن يشهد اللقاء أداء فنيا مميزا وأن يخرج بشكل يليق بالفريقين الكبيرين. والله أنا متوقع أن الزمالك يكسب 2-1 ماشي، وطبعا شيكابالا وزيزو تمام، وطبعا احنا اهم حاجه عندنا مفيش تعصب لان احنا كلنا اخوات وكلنا واحد. اتوقع 3-0 للنادي الاهلي ان شاء الله، كهربا باذن الله وحسين الشحات وبرستاو. يعني انا متوقع النتيجه 2-1 يا 3-1 للزمالك. والله يعني ممكن نقول حسين الشحات ان شاء الله متوقع، وقفشه ومتوقع برضو، يعني كهربا ان شاء الله كهرب الدنيا شويه. يعني هو الاهلي اكيد، يعني هي ما فيهاش كلام، هو الاهلي من غير اي توقعات من غير اي حاجه، الاهلي دايما هو اللي بيكسب والاهلي دايما هو اللي مشرف. اتوقع النتيجه تكون 3-0 واللي هيجيب الاجوان حسين الشحات وبيرستاو وكهربا ان شاء الله. وهكذا تنتظر جماهير كره القدم مباراه القمه التي طالما شهدت اثاره ومتعه على مدار 126 مباراه خاضها قطب الكره المصريه في الدوري الممتاز. وللمزيد حول لقاء القمة المرتقب غدا ينضم إلينا عبر الهاتف شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ شريف، يعني بعد تحية، ما توقعاتك لهذه القمة المرتقبة غدا؟ أهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين.
بالتأكيد يعني طبعا التوقعات المباريات دي بتبقى خارج التوقعات، ولكن تبقى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بين أفريقيا الكرة المصرية، بين الأكثر جماهيرية بين في مصر والدول والوطن العربي. وإن يعني اختفت الدوافع التنافسية خاصة بعد ما الأهلي حسم بطولة الدوري، والزمالك إلى حد ما حسب موقعه في المركز الثالث، ولكن تبقى الدوافع الحماسية وأهمية الفوز به كديربي وكلاسيكو عربي هو الأهم في الوطن العربي. كل فريق عنده حرص شديد جدا لحقق نتيجة إيجابية وحقق الفوز بكرة. كل فريق لديه دوافع. الزمالك عاد بشكل كبير جدا بعد فترة من الإخفاقات والنتائج السلبية، ولكن مع إخوان كارلوس وساريو عاد بشكل جيد جدا. في بعض الثغرات، ولكن بشكل إجمالي في فوز في انتصارات متتالية، شكل الفريق تحسن بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. الأهلي إلى حد كبير مرتاح، حقق اللقب، سلسلة إنجازات متتالية، فوز دوري أبطال أفريقيا، سوبرين، كأس مصر، فمرتاح وما عندوش أي ضغوط في مباراة الغد غير إن هو يحقق نتيجة إيجابية ترضي جماهيره. نعم. ويكتمل بيها الفرحة الفوز بلقب الدوري اللي كان غايب عنه بقاله سنتين. دي الدوافع اللي موجودة خلال المباراة. ولكن يعني كده انا سمعت التقرير، عجبني الاخ اللي بيتكلم على العصبيه والروح الرياضيه، ده اللي بنتمناه بكره، لان للاسف الشديد الفتره الاخيره للاسف الشديد تعالت بعض الاصوات اللي بتحرض على التعصب وبتحرض على الخروج عن النص والخروج عن الروح الرياضيه في بعض البرامج الرياضيه، وده شيء يجب ان نلفظه من ملاعبنا. واحنا بنتمنى ان جماهير تعود بشكل كامل في المدرجات في ملاعبنا خلال الموسم القادم ان شاء الله. فده اهم حاجه، ولازم كلنا نبقى حريصين على ده، وكلنا نشجع ده ان يبقى فيه روح رياضيه. الفائز نقول له مبروك، الخاسر نقول له هارد لك، بغير خروج عن النص. شجع فرقتك كما يحلو لك، ولكن دون خروج عن النص ودون تجاوز في المنافس او تجاوز في الاخر، لان ده بيرجعنا سنين كتير ورا مش عايزين نرجع لها. وللاسف الشديد عايزين ما نلتفتش للاصوات والمنابر الاعلاميه اللي بتحرض على، او السوشيال ميديا اللي بتحرض على التعصب، بتحرض على الخروج عن النص، وبتحرض على الجماهير على بعضها، وبتحرض الناديين على بعضهم. سيبقى الاهلي وسيبقى الزمالك هما قطب الكره المصريه والعربيه، وهما أكبر ناديين لهم شعبية جماهيرية في الوطن العربي، بعيدا عن المباريات، بعيدا عن الألقاب. النادي الأهلي نادي كبير ونادي له تاريخ وشعبية وأقدم الأندية العربية. نادي الزمالك نفس الشيء. كل ده لازم يعني نوصله ونوصله لجماهيرنا، خاصة الأعمار السنية الصغيرة. شجع فرقتك براحتك، شجع فرقتك كما يحلو لك، ولكن دون خروج عن المصر. نعم بالتأكيد. إذن أستاذ شريف عبد القادر مدير تحرير جريدة الجمهورية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يسيطر التعادل السلبي على لقاء الاتحاد السكندري والمقاولون العرب المقام حاليا على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري ممتاز. ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة. أعلن نادي برشلونة الإسبانية ضم المهاجم البرازيلي فيتور روكي إلى صفوفه قادما من أتلتيكو بارانينسي البرازيلي. ومن المقرر أن ينضم روكي صاحب ال 18 عاما إلى برشلونة في صيف عام 2024 بعقد يمتد حتى عام 2030 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. ولمع نجم اللاعب بعد تألقه مع منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما مطلع العام الحالي.
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع اللاعب الإيطالي شيرل نادور لمدة 5 مواسم. وقال النادي الباريسي في بيان له إن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيرتدي القميص رقم 27. وكان الإيطالي نادور قد بدأ مسيرته في نادي بريشيا وأتلانتا قبل أن ينتقل إلى بنفيكا عام 2020. وصلت التونسية أنس جابر تألقها في بطولة ويمبلدن بعد بلوغها نصف النهائي على حساب حاملة اللقب يلينا ريباكينا في ربع النهائي. ونجحت اللاعبة في الفوز على حاملة اللقب بمجموعتين لمجموعة واحدة في مباراة امتدت ساعتين إلى 5 دقائق. وبتغلبها على ريباكينا تتأهل أنس جابر للنصف النهائي للمرة الثانية تواليا. وستواجه جابر لاعبة بيلاروسيا أرينا سابالينكا في نصف النهائي غدا الخميس في المباراة الأولى، بينما تجمع المباراة الثانية في نصف النهائي بين الأوكرانية يلنا زفلتينا والتشيكية ماركيتا فوندروزوفا. انتهت أخبار الرياضة والعودة إليكم محمد وليلى. شكرا لك مرنا. أجلت السلطات الصينية أكثر من 40,000 في إقليم سيتشوان بسبب الفيضانات. وأصدرت السلطات الصينية تحذيرا باللون الأحمر، وهو الأعلى في نظام تحذير من 4 درجات. أصدرت تحذيرا من أمطار غزيرة، بينما سجلت عدة مناطق سقوط أمطار عليها. وتسببت الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية ألحقت أضرارا بالمنازل ودمرت البنية التحتية وأودت بحياة عدة أشخاص. وإلى أبرز أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. ومرة أخيرة مع مرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا ليلى، شكرا محمد. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، الأسكندرية 32-23، مطروح 28-22، بورسعيد 34-24، والإسماعيلية 37-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 23، العريش 35-24، طابة 36-24، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 42-24، شلاتين 38-27، وأخيرا حلايب العظمى 35 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. مصر تستضيف غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان وانطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين. مدبولي يلقي كلمة مصر أمام الاجتماع التحضيري لقمة إفريقيا للمناخ، ويؤكد أنها فرصة لاستعراض شواغل القارة تجاه قضايا المناخ. في ختام قمة فيلنيوس، الناتو يعلن خطة ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا. بختام العناوين نصل لختام نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة مستمر معكم وزميلي يوسف الحسيني. ازيك يا ليلى؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه اخباركم؟ كله تمام؟ تمام. خلاص احنا كده بكره في عندنا مهرجان العالمين. أوه. هتبقى حدوته بقى ايه؟ ثروه بعد كده. صحيح. اه والله 45 يوم من المتعه. تحفه، هتبقى حاجه تحفه. يعني انا رحت السنه اللي فاتت العالمين علشان اصور اللي حصل هناك. ايه الحاجات؟ طبعا انا من الناس اللي هو ايه، يعني انتوا كلكم رايحين على البحر، طب دخلوني انا بقى جوه في العمق، نشوف البيوت بتاعت الناس اللي هتيجي تعيش هنا وتشتغل، والموظفين واهالينا من العمال اللي هيشتغلوا في المصانع وما الى ذلك. وفوجئت بانه العالمين اكبر بكتير من تصوراتنا، لان احنا لما بنعدي اول حاجه طبعا بتخطف نظرنا هي الابراج والبحيرات والبحر والكلام. الناس ما بتركزش في الحته اللي على الشمال دي. ادخل بقى الشمال، انبهار اكتر. اولا لانها كبيره جدا، الحاجه الثانيه لانها متنسقه ومتخططه حلو جدا، مراعاة رائعة للمساحات بتاعة الخضرة، مساحات للعب الأطفال، محطوط فيها مراجيح وحاجات للعيال الصغيرين، قعدات للناس، أماكن للمشي. ده أنا هنا بتكلم على كل الطبقات عشان بس الناس ما تفتكرش إن العالمين بتاعة ناس وناس تانية، لا. صحيح. أكيد هننتظر تغطية خاصة للمهرجان على مدار أيام المختلفة هنا على شاشة التلفزيون المصري. طبعا كلنا هنغطي ده، يعني هيبقى حاجة جميل. الحقونا بقى علشان احنا هنروح هناك بقى. تعالوا نورونا في العالمين. إن شاء الله. أشكركم جدا. شكرا يا محمد، شكرا يا ليلى، وأستأذنكم نبدأ فقراتنا.